جد مهم لأنه كيجي أولا انتخابات الجمعية ديال سبعة أكتوبر، كيجي من بعد كونغري إكستراوردينار اللي كان في بوزنيقة واللي حصل لي الشرف أنني عطيتوني الثقة ديالكم باش نقود المسار ديال الحلف في هاد السنوات، كيجي من بعد الذهاب ديال يعني لا ديميسيون ديال الأستاذ وصديقنا الكبير السي صلاح والسيد الوزير صلاح الدين زوار اللي قدم الكثير لهذا الحزب وعطى من وقته الكثير في المدينات يعني باش ياخذ هذا الحزب الأمام، واللي بعدنا جات النتيجة ديال 7 أكتوبر اختار فرصة عمل الخلاصة ديالو وخد العبرة وقرر أنه يخلي المسار ديال الحزب للتيير ولكن هو يعود